اشتهرت اليمن بالبن القوي ذو النكهة المميزة، حيث تعد بلادنا من أهم الدول التي تقوم بإنتاجه وزراعته وتصديره إلى الكثير من البلدان العربية والغربية، الأمر الذي دفع بمزارعي البن والتجار والمهندسين والزراعيين والمهتمين به من كل أنحاء البلاد إلى إحياء مثل هذه المهرجانات. ومهرجان البن التسويقي لهذا الأسبوع الذي أقيم في 29 من شهر سبتمبر وحتى 1 أكتوبر يعد أحد أبرز تلك الفعاليات في حديقة 70 في العاصمة صنعاء، والتي حضرها الناس لتذوق ومعرفة أنواع البن اليمني. نهنئ الشعب اليمني وكل المزارعين وخاصة مزارعين البن بحلول الذكرى الأولى لثورة البن. البن اليمني الذي هو أجود أنواع البن في العالم، وكلنا معا يدا واحدة لنعيد أمجاد هذا الكنز العظيم الذي نفتخر به ويفتخر به كل يمني. هذه بنتي الصغيرة سميتها موكا تقديرا لشجرة البن ومساهمة لنا في ثورة البن اليمنية، وكنا المساهمين الأوائل في هذه الثورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك سميت بنتي موكا تقديرا للشجرة. وطبعا اسم موكا معروف بأنه اسم المقهى الذي صار ماركة عالمية لأقوى أنواع البن. اليوم في اليوم العالمي للبن حضرنا مهرجان البن في حديقة 70 الذي سيقام لثلاثة أيام، وفي أيضا مزاد للبن، وفي تنافس بين الشركات المنتجة للبن. نلاحظ بداية عودة الحق للبن، وسواء جودته أو حقه في السوق العالمي. أصبح للبن نكهته الفرائحية الخاصة في مثل هذه المهرجانات التي يحييها العديد من التجار والمزارعين وهواة البن، وكذا الفنانين الذين ربطوا أعمالهم بشجرة يمنية أصيلة، وعلى دقات الطبول وأهازيج البرع والأغاني التي تصدح بالبن، وعلى فرحة الأطفال يستمتع الناس بهذه الأجواء الفرائحية. نحن الحمد لله استطعنا أن نقلع شجرة القات واستبدلناها بشجرة البن، والآن نسطر البن إلى جميع أنحاء العالم، إلى اليابان، إلى كوريا، إلى أمريكا، إلى دول الخليج. إن شاء الله نتمنى أن يتم دعم المزارعين ودعم هذه الصناعة، بالذات صناعة البن، لأنها صناعة هي تجارة، إذا دعموها إن شاء الله حتكون من أهم الموارد لرفع الاقتصاد القومي اليمني. فكرتنا أن احنا مكاتب الإرشاد الزراعي نقدم الخدمات والاستشارات الزراعية للمزارعين، وعبر المهرجان الزراعي نقدم استشاراتنا مجانية 100% للمزارعين. بنواجه مشاكل المزارع بنتابعه بعد ما نجيب له الاستشارة، يعني ما استشارة وخلاص، نتابع مع هل المشكلة احتلت معه، هل الحل الذي جبنا له يعني جاب معه نتيجة، أو أن احنا ممكن نحن نبدل له الشيء هذا الحل والاستشارة. ويقولوا زكاة العلم التبليغ، احنا زكاة علمنا ضروري من بلغنا من خلال تعليمنا للهندسة الزراعية والمجال التخصص للزراعة في مصر. رسالتنا للمزارع، وإن شاء الله نحن نعمل تطور في الجانب الزراعي ونرفد الجانب الثقافي في المجتمع، لأنه لما تجي تقول الزراعة في تكون المعنويات حاضرة. البن اليمني يمثل أضخم أنواع البن، ومنه أصناف البن مسميات المضري، الحيمي، الحواري، الحرازي، وهو أجود أنواع البن اليمني. عرف البن منذ القدم بأنه بن يمني أصيل، وإعادة أمجاده هي إحدى الأمور الحيوية للبلد، والتي من شأنها أن تغير الانطباع نحو اليمن السعيد بأنه بلد البن الأصيل ذو الجودة العالية والمذاقات المتميزة المتنوعة بجودة منتجاته وخصوبة أرضه وهمة أبنائه.